سيداتي وسادتي، نقدم لكم فيما يلي برنامجا بعنوان السرور في يوم افتتاح المدرسة. الأطفال الذين تخرجوا من روضة الأطفال يدخلون بوابة المدرسة وعلى صدورهم الزهرات، تكون ملامحهم فاتحة وطليقة كالواحد على الرغم من اختلاف طابعهم، ويهنئهم المعلمون وأولياء أمورهم والتلاميذ في الصف الأعلى وعلى وجوههم ابتسامة. يصور الرسم الكوري أصحاب المستقبل للوطن يوم الأول من نيسان، حيث يستغرق جميع أبناء البلاد في الفرحة كما لو أنهم في العيد، سواء كانوا كباراً أو أطفالاً يلتحقون بالمدرسة لأول مرة. يقول الفنان الجدير باك كونغ-ريم، رئيس الكرسي في جامعة بيونغ يانغ للفنون الجميلة، مبدع هذا الرسم. 작품에서 그 우리나라 사회주의 교육제도의 우월성 سعيت جهدي في سبيل تصوير تفوق نظام التعليم الاشتراكي لبلادنا تصويراً جيداً. بذل الرسام جهوده الكبيرة في تصوير المعلمة في قلب الرسم. يقول باك كونغ-ريم 거기에서 내가 이렇게 우도한 거는 아주 유순하면서도 في تصوير المعلمة قصدت تصوير طابعها الناعم واللطيف مثل الأم. حاولت تصوير عزمها على تربية الأطفال تربية سليمة وشعورها اللطيف والعزيز لاحتضان الأطفال أيضا. لدي انطباعات عميقة عن معلمتي في أيام المدرسة الابتدائية. كانت معلمتي لطيفة وناعمة وعزيزة للغاية. عندما أخطأت نصحتني كثيراً، فلا أنسى معلمتي في أيام المدرسة الابتدائية أبداً. يستخدم الرسم الأساليب المتفوقة للرسم الكوري بصورة بارعة حتى تفعم لوحته بالجو الفاتح والطليق من يوم ابتداء الدراسة في المدرسة. يقول كيم إيل-غوانغ، المعلم في جامعة بيونغ يانغ للفنون الجميلة. 작품에서 구도도 잘 잡았고 곡에 맞게끔 구성도 잘 따라선 작품이라고. إنه عمل ممتاز من حيث البنية والتكوين أيضاً. استخدم أسلوب المنظر من علو ولا الأسلوب الأفقي لإبداء تقاطيع وجوه الأطفال وحركاتهم بصورة حية. نال الرسم الكوري أصحاب المستقبل للوطن تقديراً متفوقاً في معرض الفنون الجميلة الوطني للاحتفال بالذكرى 75 لميلاد الزعيم العظيم كيم إيل سونغ، والذي أقيم في عام 106 سوتشي 2017. يكون الرسم محفوظاً في متحف الفنون الجميلة الكوري باعتباره عملاً ذا قيمة كنز وطني. سيدتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى البرنامج بعنوان السرور في يوم افتتاح المدرسة. صوت كوريا.